اللي عليه كيكبر الأسرع ما بين الأصابع اليد كلها والإبهام يعني الصبع الكبير هو الأبطأ. ما عقلتش راه ممكن التلميذ الى دخل القسم وركش فيه من الاستاذ راه ممكن المعلومات كلها تدخل حاجه ما تنسى ليه. كنا غنتكلموا من بعد كيفاش هذوك المعلومات يضبطها باش ما يخلاش تمشي باش ما تمشيش النسيان. هذا المشكل ديال النسيان اللي كيوقع فيه كيوقعوا فيه الطلبه غالبيه التلاميذ الطلبه كيوقعوا في هذا المشكل. اذا قلنا موضوع كيف متى ومع من يعني واش بوحدي ولا مع اصحابي خصو يكون الهدف يعني واضح ومتكامل ودقيق كما قلنا. ثالثا العوائق، معرفة العوائق لتدليلها وتجاوزها. واش عندي عوائق نفسية خصني نتغلب عليها، عندي عوائق مادية خصني نتغلب عليها، كنديرها في بالي باش كنحط ليها الحلول الممكنة مسبقا. أغلبية الناس الناجحين كينجحوا لأنهم كيحطوا خطط كيعرفوا العوائق ديالهم اللي تبعهم، عارفين اشنو تبعهم. يعني ملي كنعرف بان اشنو تبعني كنكون مستعد له وحاط وكثر من مستعد انه حاط حلول هي عمليه حاطها كتبها موجدها. الى مشيت من هاد الطريق ولقيتها مبلوكيه غنعرف اش من طريق غادي نشد، ما بقاش واقف ما نضيعش الوقت حيت انا متبع مده زمنيه والوقت لا يرحم. اذا رابعا المسؤوليه، كيفاش مسؤولية؟ كل تلميذ سيعرف بأنه هو المسؤول الوحيد عن فشله أو نجاحه. قولش بأنه الأستاذ هو اللي كرهني في المادة أو الظروف خلتني نسقط. وهذه هي مبررات اللي كاينة اللي كنسمعوها دائما. هذا عدم تحمل المسؤولية، تهرب من المسؤولية. ودائما العقل ملي ما كيلقاش أجوبة كيبدا يلقى مبررات، كيبدا يختلق مبررات باش دائما يبرر نفسه. غنكون قد مسؤولية، والمسؤولية هنا في المجتمع المغربي بصفة عامة إلا لاحظنا إذا درنا تحليل الكلمات اللي كتقال في الشارع. نعم. عرب عليا الطوبيس، عرب عليا التران، مشى عليا صاحبي، مشى عليا الترونسبور، باعوا لي السوارت. دائما الذات ديك الأنا داك الإيغو كيبقى هو اللي مسيطر. نو نحط شي من الإيغو ونحط المسؤولية على راسي ونتحملها، وإلا تحملتها غنولي نعرف بأنني إلا مشى عليا الطوبيس راه ما مشاش عليا أنا اللي جيت معطل، مشيت معطل أنا اللي ما درتش مجهود باش نجحت لأنه ولات. إلا أنت حتى الظروف على واحد الجهة معينة، حتي المسؤولية على جهة معينة مثلا. نعم. نطرح واحد السؤال آخر، علاش واحد صاحبك نجح؟ علاش هو نجح وأنت ما نجحتيش؟ أنت فشلتي، في كاين السبب، في كاين المشكل. وإلا درت كنت عملت واجتهدت وما نجحتش نرجع ونشوف فين كاين المشكل. ضروري كيكون خلل في شي حاجه، خلل متعلق بيا انا شخصيا ومتعلقش بالجهات الاخرى. نعم. وكل ما الانسان ارمى المسؤوليه نفسه كل ما كيطور ذاته بشكل كبير، انه ملي كيقول ملي كيحمل المسؤوليه نفسه وكيقلب على فين كاين المشاكل انا كيزيد يطور من ذاته وكيلقى حلول اخرى بديله.